الخير أنسي سونيا. أهلين صباح الخير أستاذ جهاد. يا ترى المدير العام موجود؟ المدير بمكتبه عم يستناك، تفضل. شكرا. تفضل. مرحبا أستاذ. أهلا أستاذ جهاد، أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. شكرا. كيف الشغل أستاذ جهاد؟ الحمد لله بألف خير ونعمة من الله. سمعت عم تعطي دروس بالكمبيوتر، صحيح؟ بس أستاذ بعد الدوام الرسمي. وين؟ بمعهد تحت أمرك للكمبيوتر. أيوه عرفته. بس بشرفي يا أستاذ، هذا الموضوع ما بيتعارض نهائياً مع عملي كموظف. لا 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 لا، مو هيك القصد. أنت من حقك تشتغل شغل إضافي وما حدا له علاقة معك على الإطلاق. ليش؟ لأنه المعاش بالأيام ما عم بكفي، يا دوب بكفي حق أكل وشرب، هذا إذا كفى كمان. بس أنا سألتك مشان شغلة تانية. تفضل أستاذ، شو هي؟ الحقيقة أنا جبت كمبيوتر جديد على البيت، وأنت بتعرف إنه الكمبيوتر صار شغلة ضرورية، ما عاد صفت شغلة كماليات. طبعاً أستاذ، الكمبيوتر صار ضروري، خصوصي إنه نحن بعصر المعلوماتية والأتمتة والاتصالات. صحيح يا سيدي، بعدين الكمبيوتر بفيدكم مشان شغلكم. تمام، بس النكتة مو هون. النكتة إنه المدام حابة تتعلم على الكمبيوتر وعندها رغبة شديدة إنه تمحي أميتها بالمعلوماتية. عظيم جدا. وشو المانع أستاذ؟ بتعرف أنا بحيي هالروح الموجودة عند المدام؟ وأنت مثل ما بتعرف يعني أنا وقتي مو ملكي، اجتماعات ووفود واستقبالات، ويعني مالي فاضي حك حتى أرنبت أنفي. فعلا أستاذ، شغلكم لفوق راسكم، الله يعطيكم العافية. لهالشي أنا ما بقدر أعلمها الكمبيوتر، بقى شو رأيك تحمل كتف عني؟ أنا بأمرك وأمر المدام أستاذ. بس عفوا، ما بدي إياك تاخذ كلامي على أساس إني مدير عام، لا 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 لا، اعتبرني صديق زبون، وأنا شو ما بدك أنا جاهز. ولو أستاذ، نحن بدنا خدمة تحريز. بارك الله فيك، إمتى الوقت اللي يناسبك؟ إمتى بتحبوا أنتوا أستاذ؟ إذا بدكم من اليوم؟ لا لا، اليوم ما بظن، لأن المدام مو فاضية، بدها تحضر عرس بنت الوزير. ما شاء الله. شو رأيك بكرة؟ بكرة، مثل ما بتأمروا. أصبحت لك عنوانك عند الأنسة سونيا، وبكرة الساعة 6 ببعث لك الشوفير ياخذك. يخلي لنا إياك يا أستاذ، ما في داعي نهائياً تعذب سيادة الشوفير، أنا بجي بالمكرو. لا ولو، أنت ضيفنا سيد جهاد، وما بصير تجي بالمكرو أبداً. عدم المؤاخذة، نسيت لك شو بتشرب؟ سيد جهاد، شو بتشرب؟ شاي السادس. إيه ماهر، ما قلت لي شو رأيك؟ ولك يا حبيبي، الشغلة ما بدها سؤال، يعني فرصة وإجت لعندك، معقولة تتجاهلها وتطنشها؟ وإذا هبت رياحك فاغتنمها. فرصة شو ماهر؟ وشو رياحك واغتنمها؟ شو لا جنني جهاد، قال فرصة شو قال؟ يا سيدي أنا واثق تماما إنه كل الموظفين يلي عندكم بالمديرية بيحلموا حلم إنه يفوتوا لبيت المدير العام. ماهر معه حق، مين بيعرف؟ يمكن هيك شوي تصير خوش بوش أنت والمدير العام. أنا صير خوش بوش؟ وليش لا؟ أنت شو ناقصك يعني؟ ليش مستخف بحالك لهالدرجة؟ يا جهاد اسمع مني، هالزمن هاد وللأسف الشديد زمن العلاقات الشخصية والمنافع المتبادلة، مو زمن الكفاءات والخبرات، وأنا شخصيا أميل مع الزمان حيث يميل. إيه هيك ها؟ هيك الناس الفهمانين بتحكي، فهموا شوي لعديلك، بركي بيتملعوا بتحرك له شوي. عماهلكن علي يا جماعة، لا تخطفوا الكباية من رأس الماعون، أنا كل ما هنالك رايح لأعطي درس كمبيوتر لبرك المدير العام، يعني ماني رايح لا أسهر معه ولا لعبه شطرنج، بعدين بجوز المدير العام كله على بعضه ما شوفه. أحسنين، مرت المدير بتكفي وبتوفي. مزبوط هالحكي يا جهاد، كلام علا مزبوط 100%، يعني مرت المدير، ابن المدير، شوفير المدير، كلب المدير، كله بيوصل لنتيجة وبيوفي بالغرض. أنو غرض ها؟ غرض بلف المدير وإقناعه إنك زلمة كفؤ وبتستاهل منصب أعلى من منصبك اللي أنت فيه. ها هلأ فهمت عليك، من جهة إني بستاهل هاي مزبوطة فعلا يا جماعة. أنا صار لي أكثر من 3 سنين موعود بترقية ولحد هلأ ما زبطت، بس برأيك يا ماهر هاي هي الطريقة يلي ممكن أوصل فيها لحقي؟ أنا برأيي هاي أكثر طريقة مثالية وأنظف طريقة متاحة. يعني مالك شايف غيرك كيف عم ينتقل من مكان لمكان وانت لابد بأرضك لا من تمك ولا من كمك؟
يا جهاد لا تروح لبعيد، مدير قسمك الحالي شو كان؟ كان موظف تحت ايدي. شفت شلون؟ واكيد انت كنت احق منه برئاسة القسم. برافو عليك يا ماهر، بتعرف انه هالزلمه ما بيفهم الخمسة من الطمسة؟ ها ها، معناها خلاص، روح بكره على درسك الله يرضى عليك، وطبق لي خطة الاستعراض الكاسح. شو هذا الاستعراض الكاسح؟ اشرح له اياها ماهر. خطي مركي بيستفيد. هي ما تزعلي، خليه يفهمه اياها. لا يا، مين قالك زعلانه؟ مالي زعلانه يا سيدي. اول شيء بدك تعمل حالك فهمان بكل شيء، بالطب، بالفلسفه، بالاتيكيت، بالسيارات، بالطقس، بالسياحه، يعني شو من حكى قدامك لازم تشارك بالحديث وتدلي فيه بمعلومات ولو كانت غلط. معلش ولا يهمك، ما فيها مسؤوليه مساله. طيب وبلكي انكشفت؟ ما حدا رح ينتبه. المهم طريقتك بإلقاء المعلومة لازم تكون استعراضية. خذ مثال، محمد علي كلاي ما كان يصرع الملاكمين اللي قدامه لأنه هو أقوى رجل بالعالم. أبداً، مو صحيح الكلام منوب، بس كان يخيلهم خيل بخطته المسمات، رقص كالفراشة ولسع كالنحلة. يعني الاستعراض هو سبب نجاحه. هذا من جهة. من جهة تانية، لا تتعمق بالأمور وتورط حالك، فدع التعمق في الأمور فإنما قرب الهلاك بكل من يتعمق. طيب وتاني شي؟ تاني شي بدك تكون دبلوماسي، لبق، مجامل، مساير، مهتم بتفاصيل الحياة الصغيرة قد ما تكون سقيفة، بس ضروري تتوقف عندها وتعلق عليها. مثلا لازم تعجب بكل شي بتشوفه ببيت المدير وتثني عليه. شو هالكنبايات الحلوة؟ شو هالبرادي الأنيقة؟ يا سلام على هالمزهرية الرائعة! شو هالتحفة النادرة؟ يا عيني ما أطيب هالقهوة! يعني من هالحكيات! إذا هيك بسيطة! بس برأيك هالشغلة بتجيب نتيجة معي؟ ولا يهمك جهاد، ولو على مسؤوليتي أنا حبيبي! مساء الخير! مساء الخير! أنا جهاد من شان بس الكمبيوتر للمدام. أهلا وسهلا، تفضل. مرحبا مدام. اهلا سجاد، تفضل. تفضل. شو اخبارك سجاد؟ الحمد لله بنعم من الله استاذ. يا ترى كيف تحب القهوه؟ معلش مدام، ما بدي لبكيك. ولو بصير يعني. طيب بلا بن. نعم. بلا سكر، بلا سكر. اوكي، عن اذنكم لاجيب لكم قهوه. حقيقة أستاذ، أحداث سيراليون الأخيرة هزتني من الداخل هز، وما كنت متوقع إطلاقاً توصل الأمور لهالدرجة. معك حق، يبدو أنك بتهتم بالسياسة. ما في مثقف بيفصل ما بين السياسة وحياته اليومية. صحيح صحيح، بس شو برأيك الأسباب الرئيسية للأحداث؟ الحقيقة أستاذ، في أسباب بعيدة وأسباب قريبة، وفي أسباب جوهرية وأسباب سطحية، ولكن أنا برأيي إنه الاقتصاد. يا لطيف، الاقتصاد صاير مثل البرد، سبب كل علة. صحيح، معقول جدا. هو بحكم اختصاصك الجامعي أكيد صار عندك اهتمامات اقتصادية إذا ما خاب ظني. أكيد، بعدين أنا بتابع كل النشرات الاقتصادية بالأقنية الفضائية، ومو بس هيك استاذ، انا كمان بتابع اسعار الاسهم والعمولات وحركه المؤشرات. برافو عليك يا جهاد. يا لطيف يا استاذ، يا لطيف، شو زعلت على بيل جيتس لما تخوزق هداك الخازوق وخسر الدعوه ضد شركه مايكروسوفت يلي رفعت عليه الحكومه الامريكيه. بالفعل ضربه مو قليله، وخاصه بعد ما كان مسيطر على سوق الكمبيوتر بالعالم كله. طبعا، ولهالشي هبط مؤشر كاك هالهبطة الملعونة. بس مؤشر كاك ما له علاقة بأسهم شركات الكمبيوتر. بعدين هذا المؤشر بالذات ياباني مو أمريكي. بس كل المؤشرات بتتأثر ببعضها، يعني إذا ارتفع داو جونز بيهبط الفينانشال تايمز، وإذا هبط داكس بيرتفع الهانك سانك. اسمح لي لك يا سيد جهاد، الحكي مو دقيق أبدا. إذا بدك تفهم بلغة البورصة والمؤشرات بشكل صحيح، فعندي كتاب بيفيدك كتير وممكن يعيرك. يا
ما في معنى استاذ. تفضل. يسلموا ايديك يا مدام. شكرا. اهلا وسهلا. يسلم. شكرا. يا سلام، ما اطيب والذ هالقهوه. يسلموا ايديك يا مدام، فعلا نفسك طالع بالفنجان. بس مو انا اللي سويت القهوه، الصانعه. الصانعه؟ ايه معلش مدام، المعلمية مو بمساواة القهوة. مين من كان ممكن يغلي قهوة، بس المعلمية بمسواء البن. أكيد حضرتك اللي رحت تسوقتي هالبنات الزراف. لا والله مو أنا، هذا الشوفير. الشوفير؟ مزوق هالدرسات. على فكرة مدام، اسمحي لي قلك وهنيكي على لون هالكنبايات اللي بياخد العقل. فعلا اختيارك لهاللون بدل على ذوق رفيع وتذوق عالي المستوى للجمال. يعني عجبوك؟ شو عجبوني؟ شي بيلوي الحنك، شي بيخيل يا مدام. ايه بس هدول مو تنقايتي. اصبح اكيد تنقايت السيد المدير. لا والله ولا تنقايت جوزي كمان، هدول مسواق مرته الأولانية، وصلي سنتين عم أقنعه إنه يغيرن، ما عم يرضى. مانك شايف قديش مشرحين؟ الحقيقة يا مدام، للوهلة الأولى الواحد بينغش فيهم، طلع هيك بلاقيهم رائعين جدا، بس لما بدقق فيهم فعلا بلاقيهم مشرحين. بالحق معك يا مدام. سولافا، شو رأيكم تبدو بالدرس؟ أوكي، ما في مانع. تفضل. تفضلي مدام. تفضل. اهلا وسهلا. شو هالحكي؟ يعني جيت لتكحلها قمت عميتها؟ بس مو الحق علي، الحق عليك انت. هلا صار الحق على جوزي؟ ليش دخلوا جوزي؟ صحيح جهاد، شو دخلوا ماهر انت الثاني؟ هلا صار شو دخلوا ماهر؟ لك يا جماعة، أنا كنت رايح لأعطي درس كمبيوتر لمرت المدير العام وأحمل حبايلي وأمشي، بس السيد ماهر قال لي استخدم خطة الاستعراض الكاسح. إيش شو طلع من ورا هالخطة الجهنمية هاي إلا أنه صغرت حالي قدام الجماعة وقلبت قد الكباية؟ لا، والمدير نقز مني ومرته صارت تنقز من ملاحظاتي. إيه بس يكون بعلمك أنه العطل مو من الخطة. لكن من شو؟ منك طبعا، لأنه الغلط مو من النظرية، الغلط من التطبيق. يعني لو كنت أنا محلك كنت بلفت مرت المدير وشوفير المدير وحطيت المدير كله تحت باطي وأنا عم بضحك وبلعب. ها، يعني بدك تقنعني أنه لو كنت محلي كان صار معك غير هيك؟ طبعا يا حبيبي طبعا. طيب بتراهن على شو؟ يا سيدي أنت خدني معك الدرس الجاي وشوف بعينك شو بده يصير. ولك على اي اساس بدي انتعك معي لهني؟ ولو جهاد، شو نسيت انه عديلك؟ لك عديلي على عيني وراسي، بس انا رايح لاعطي درس مو لاسهر وانبسط. لا تنسى انه ماهر كمان بفهم بالكمبيوتر. على عيني وراسي، الجماعة طالبين استاذ واحد مو كونسيلتو. ليش ضروري اذا بده يروح معك يكون له علاقة بالكمبيوتر؟ اللون الزلمة جاي لعندي ضيف، قمت جبته معي مشان ما يضل بالبيت لحاله. لك شو بدي اخده على السينما معي يعني؟ خلاص أخي جهاد، خلاص لقيت الحل. يا سيدي بتقدمني على أساس أني فني كمبيوتر وجاي أفحص جهاز مرت المدير إذا كان مصاب بفيروس I love you ولا لا. فكرة معقولة كتير. وأنا موافق، لشوف شو بده يطلع معك. تركي لي التلفزيون من إيدك وقولي لي كيف لقيتي لي جهاد؟ إن شاء الله ماشي حاله. بصراحة ما حبيته، حسيته كتير استعراضي ومدعي، بعدين بيحشر حاله بشغلات ما قالوا فيها. منكون عم نحكي بالطب بصير بيحكي بالبيطرة. وانا لاحظت الشيء بس ما كان مبين عليه شيء ابدا. هلأ ما عندك حدا بيفهم بالكمبيوتر غيره؟ عندي كتير، بس هذا نصحوني فيه. ما بعرف، انا ما نهضم معي، يعني ماني حاسة اني رح استفيد منه. وانت بتعرف الواحد اذا ما شرح قلبه للاستاذ ما بيقعد بيفهم شو عم بيقول. على كل حال مو مشكلة، إذا بدك بشغلك واحد غيره. إيه، بيكون أحسن. طيب.
طيب انت جربي درس تاني لعل وعسى انه تغيري رايك فيه، بعدين بنشوف. اوكي ما في مشكله، معني انا كتير واثقه من انطباعي الاول. عظيم جدا عظيم. بشرك يا مدام، الكمبيوتر نضيف 100%، لا في فيروس اي لاف يو ولا فيروس اي هيت يو ولا فيروس تشيرنوبل ولا فيروس ميليسا ولا اي فيروس في العالم. مبروك عليكي. عظيم كتير، يسلم هالايدين. الله يخليك يا رب. شرفي مدام. ايه بامكانكم تبدو درس طبعا. عزبناك معنا استاذ مالك. لا ولو، يخلي لي اياك يا رب. استاذ، شغلة مطاردة الفيروسات بأجهزة الكمبيوتر عملها شغلتي وعملتي، الله وكيلك. كل أجهزة المؤسسات اللي عنا أنا فحصتها. ليش حضرتك وين تشتغل؟ بالمؤسسة الاستهلاكية. وشو دراستك؟ تجارة مثلي مثل جهاد. وإن شاء الله مرتاح بوظيفتك. بصراحة يا أستاذ بسؤالك هاد مسكتني من الإيد اللي بتوجعني، لأنه مالي مرتاح منه، رغم أنه المدير بيعتمد علي بكل شيء وكلمتي عنده ما بتصير كلمتين، إنما حاسس أني مالي أخذ موقعي الصحيح. وليش بقى؟ صدقني يا أستاذ أنه كل شيء في عنا مديرين بالمؤسسة طلعوا على كتافي. أنا بتعب وبجتهد وبكد وبعرق وغيري بيخرف بهالمكاسي. رح أضرب لك أمثلة. تفضل. مثلا علا، قلتك رح يمشي الحال؟ من أنه ناحية؟ يعني رح يقدر جهاد يبلف مرت المدير ومن ثم المدير؟ من هالناحية اطمني، طالما ماهر معه لا تهكلي هم ابنه، مو لأنه جوزي عم بحكي لك هالحكي، بس ماهر قده شاطر بالبلف ما في، عم قلك بالحس لقول لحس. وانتي أول وحدة لحس لك عقلك. لحس عقلي وبس، عمل العمايل لحتى وافقت عليه وتجوزته. ما بتتذكري؟ ما بتتذكري كيف ضل يفوت فيني يمين وشمال وطلوع ونزول لحتى نال الرضا؟ عم قلك لخمي لخم. ولا أنا شو كنت؟ كنت لساتني صغيرة بأول طلعتي على الدنيا ومو عرفاني من الحب غير كلمة أوحشتني. قلتك جوزك داهي ما بينخاف عليه ابنه. يا سيدي جمعنا وطرحنا وضربنا، قام طلع معنا رقم الخطة أعلى من رقم التنفيذ. تخيل أستاذ، نسبة التنفيذ كانت 86%، يعني أقل شيء فيها توبيخ للمدير. هي إذا صار تحقيق وسين وجيم ورقابة وتفتيش. وحضرتك أدرى بهالأمور أستاذنا. إيه وشو صار؟ طلبني المدير العام لعنده على المكتب، طلحت. قال لي شو العمل يا ماهر؟ شو العمل يا أبو المهر؟ قلت له سيدي اتركني اتصرف ولا يهمك محلولة. قال لي معك مطلق صلاحية، بس الله يرضى عليك بدي اياك تسرع، لأنه مو باقي غير كم يوم لنرفع الخطة. وانت شو عملت؟ نزلت على هالبيت قعدت اضرب اخماس باسداس. شو العمل يا ماهر؟ شلون بدنا نطلع من هالورطة؟ تعرفوا سيدي ورطة، لأنه شلون بدنا نظبط الخطة؟ وافكار تاخذني وافكار تجيبني. لا وكل ربع ساعة يتصل مع المدير ليطمن. اخر شيء وقعت عيني على رقم رصيد السكر. قلت لحالي اجت والله جابها. شلون بقى؟ كيف؟ يا سيدي كان عنا 1,200,000 طن سكر مدور للسنة اللي بعدها. قلت لحالي هالرصيد مو مزبوط، شكيت فيه. وكان نازل على ما اذكر ب9 ليرات للكيلو حسب السعر الحكومي. حكيت مع المدير وقلت له يا سيادة المدير العام، هذا املنا الوحيد وما في غيره. سألني كيف؟ قلت له اتركني اتصرف. قال لي اتصرف. رفعت هالسماعة وحكيت مع التجار. قلت له المؤسسة رح تبيعكم سكر بسعر حر، ونحن هلا ما بدنا منكم شيء، بس انتوا اعطونا شيكات مؤجلة بقيمة السكر وتستحق الدفع بعد 6 شهور، وانتوا ابقوا صرفوه على مهلكم. ومشي الحال؟ طبعا مشي استاذ، وفرقت الشغلة حوالي 12 مليون ليرة، ولما ضفناهن على رقم التنفيذ صارت نسبة التنفيذ عنا 117%. بالفعل خطة جهنمية. وعلى اثر هالشي طبعا اجا كتاب ثناء للمدير العام من الوزارة ومكافأة مالية محرزة. بس بدي اقول لك شلون مريت عليهم هيك شغلات؟ يا سيدي دخيلك بتمرق. اصلا كل المؤسسات هيك ربح على الورق وبس، وانتو بتعرفوا استاذنا خلينا اياك. معك حق معك حق. تأخروا ما هيك؟
فعلا تأخروا، المفروض الدرس يخلص من نص ساعة. أنا بلش يغلي قلبي. تعرفي أنا شايفة إنه كل ما تأخروا معناها الأمور ماشية عالي العال. فجأة طب علينا الوزير، أصلا هي عادته بطبطب بلا حاضور ولا دستور. وكان بوقتها عامل تفتيش على المدراء العامين، والمعروف عن وزيرنا إنه بيبطش بالمقصرين بطش، ومعه ضوء أخضر من فوق ونظام كتير وما عنده دقن مشطة، والنهفة إنه مديرنا ما كان موجود. ليش وين كان؟ كان عم يصيف بلادية وطالع بدون ما يخبر حدا. طبعا ما حدا كان عنده علم غيري. المهم فات الوزير على مكتب المدير العام وطلبني. أنا بصراحة خفت، وزير عم يطلب. قمت فورا ركبت ركيد على الديوان ودقيت على الكمبيوتر مهمة 5 أيام باسم المدير وختمتها وسجلتها بالدفتر بتاريخ قديم وطيران لعند الوزير. حلو كتير. ايه وبعدين؟ سألني سيد الوزير وينه سيد المدير العام؟ قلت له والله طلع جولة تفتيشية على الساحل بمهمة رسمية مسجلة بالديوان. قال لي بسيطة، إذا هيك ماشي الحال ماشي الحال. برافو عليك، نفت مديرك من توبيخ شديد اللهجة، هذا أقل شيء كان ممكن يجي. ايه بس أكيد انبسط منك وصرف لك مكافأة محرزة بعد ما رجع ودري باللي عملته، ما هيك؟ ايه نعم يا مدام، تشكرني وصرف لي 300 ليرة. بس الله وكيلك ما طلع منه أكثر من هيك. لك حتى كلمة شكر مثل العالم والناس ما شكرني. فظاعة فعلا، قليل أصل هالزلمة. ليش كل مدراء مدراء يا مدام؟ الله يخليكي، أنا أصلا دائما بحسد جهاد على حضرة جوزك، وعلى طول بقول له هالمدير العام يلي الله بعت لكم إياه نعمة كبيرة، وإن شاء الله تكونوا بتستاهلوه. شكرا، هذا من لطفك. هي الحقيقة أستاذ، ماني مضطر جامل أبدا. وصيتكم العطير ومسموعياتكم الحميدة على كل شفة ولسان. يعني أنا إذا خيروني إني اشتغل رئيس قسم بالمؤسسة عنا ولا آزن أو حاجب عند حضرتك، أقسم بالله بختار وظيفة الآزن. ليش؟ لأني بحب كون مرتاح ومحترم بمؤسسة محترمة، وشغل مو عيب. ودائما بقول هالحكي لجهاد حتى اسألوا. مو هيك جهاد؟ جهاد؟ نعم سيدي، نعم نعم مزبوط. طيب انت ليش ما بتحكي مع مديره لماهر مشان يتوصف فيه؟ ما عندي مانع، على عيني وراسي. لا لا دخيلك استاذ، مديرنا تنح وراسه يابس، وكل ما حدا حكى معه من المسؤولين الكبار من شاني بيتنمرد وبيتحطط عليه بزياده. والله ما بعرف شو قصته هالزلمه، مع اني والله العظيم بحبه من قلبي وبحترمه، بس هو مزاريبه لبرا بيساعد الكل وبيهملني. العمى معقوله؟ وليش هيك عم بيعمل معك؟ أغلب الظن إنه بغار من نجاحاتي وإمكانياتي، ومو بس هيك، حتى بغار لإني بعرف مسؤولين بالدولة أكثر منه. اسمعوا القصة اللي صارت معي الشهر الماضي، يا ريت تسمعوا. يعني ما أخذت نتيجة من مشوار مبارح؟ لا والله، جوز اختك ماهر هو اللي اخذ نتيجة. الله وكيلك، قاعد عم يحكي ويتبهور ويخترع لي بها القصص من عقله لحتى فات بباب لخم بالمدير ومرته. لك العمى، قديش شفت كذابين وملوفكين بحياتي، اكذب من ماهر بحياتي ما شفت. ما اختلفنا على هالشي، بس حكى مع مديرك من شانك ولا ما حكى؟ لك الله وكيلك ما جاب سيرتي بنوه، ما في إلا عم يحكي عن بطولاته بهالمؤسسة، وأنا قاعد مثل الطلطميس عم هزله براسي ووافقه على حكيه. لك العمى بقلبه كأنه أخذني لأشهد على كذبه. شو الحكي؟ هي مثل ما عم قلك، يعني راح معك لحتى يطلع على كتافك؟ طلع وخلاص، وصار خوش بوش هو والمدير العام، واليوم رايح لعنده على المكتب وأنا طلعت أوت. لا تزعل مني جهاد، أنت الحق عليك. ليش بقى؟ المفروض كنت تقطع عليه الطريق وما تخلي له مجال للحكي بنوب. والله الحق علي أنا يلي سمعت كلامكم وأخذته معي لعند المدير. لك إيه في حدا بيجيب الدب لكرمه؟ يا سيدي طلع عنا جرد آخر السنة، 1000 طن طحين خامين والجرادين كانت عم تسرح وتمرح فيه. يا عم والله مشكلة والكمية كبيرة، وشو عملتوا فيهم انتو؟ إجا المدير شكل لجنة لأتلاف الكمية كلها. قمت قلت له وقف عندك، وقف إذا تريد.
لا تتلف شي مشان خاطري، انا بدبرهم، بس اعطيني صلاحيه. قال لي تصرف، قلت له حاضر. وشو عملتوا؟ سطرت كتاب مستعجل لمديريه الاعلاف وعرضت عليهم شراء الكميه كلها بنص حقها. ايه طيب، واشتروها؟ يا سيدي اشتروها وطلبوا المزيد، وبهالطريقه وفرنا على المؤسسه نص الخساره يلي كانت رح تخسرها. برافو عليك استاذ ماهر، انت بالفعل جوهر، بس النكته انه مديرك مو عرفان قيمتك ابدا. شو بدنا نعمل يا استاذ؟ الله بالينا بمدير ما بيقدر منيح، ولازم داري مشان لقمه العيش. قال من لم يكن لعيشه مداريا عاداه من كان له مواليا. استاذ ماهر، شو رايك تنتقل لعندي لهون؟ انا؟ ايه، لانه بالحقيقه موقعك الحقيقي هون، مو بالمؤسسه تبعك، هون بتلاقي مين يقدر موهبتك وخبرتك. بس بجوز مديري ما يقبل. بسيطه، هي اتركها علي. شكرا سرفان استاذ. عفوا استاذ ماهر، ليش عم تضحك؟ قال فلو كانت الدنيا تنال بفطنة وفضل وعقل نلت أسباب المنى، ولكنما الأرزاق حظ وقسمة بفضل مدير لا بحيلتي أنا. جهاد؟ 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 ايه؟ شبكي؟ ما بدك تتغدى؟ ما بدي اتزهرة. ساوي لك شاي؟ ما بدي ضراب السخن، مو جاي على بالي. شو قصتك جهاد؟ انت مو على بعضك بنوب اليوم. معناتها اختك ما اجت لعندك اليوم. لا ما اجت، ليش السؤال؟ لتزفلك الخبر السعيد. خبر شو؟ خبر شو؟ جوزة ماهر، عفوا الاستاذ ماهر، صار رئيسي بالشغل. بقى شو رأيك؟ رئيسك انت؟ ايه رئيسي انا. وشو المناسبة بقى؟ المناسبة انه خرط مشطل المدير العام تبعنا، قام نقله من المؤسسة تبعه وعينه رئيس قسم عنا. معلش حبيبي طول بالك، ليش مضايق حالك كل الأد؟ بسيطة كتير الشغلة، بعدين بضل أحسن من الغريب. يلا. ولك آخ آخ، الله يلعن الساعة اللي أخدته فيها معي لعند المدير العام. لك لحمة لحمة، شو طلعت غبي؟ غبي؟ لا أكثر من غبي، أنا طلعت حمار معبى ببنطلون. مرحبا هيام. أهلين ماهر. شو وين هالمنظور؟ ها أنت هون؟ أهلين أستاذ جهاد. أهلين ماهر. مرحبا حبيبي. أهلين. شو أخبارك؟ كيفك؟ شلون أحوالك؟ مكيف، رح جن، رح تجيني جلطة من فرحي. المهم شوف عديل، أنا جايك بموضوع، بس بتمنى ما تفهمني غلط مشان الله. أنت أكيد عرفت أني صرت رئيس القسم عندكم، ولا ما عرفت؟ لا سيدي طبعا عرفت، مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي، وسيد المدير العام طلب مني أني أكون حازم وشديد مشان أضبط الفوضى الموجودة عندكم. إيه شو يعني؟ يعني بكرة بالشغل إذا تناشفت معك شوي وعملتك برسمية أرجوك ما تزعل مني. ها يعني بيضل الشغل شغل والقربة قربة. ومن جهة تانية أنا ما بحب الموظفين يقولوا عني متحيز أو إنه عندي محسوبيات، ولهالشي أنا قايم لأتسطح لأنه ظهري عم يوجعني. شلون قام هيك قبل ما خلص كلامي؟ كأنه عم يستخف فيني، مو هيك لاحظتي؟ شو بدك تشتغل بهالإجازة؟ ما راح اشتغل شي سيدي، هيك حابب غير جو. بس 3 أشهر مو كتير بلا راتب؟ ايه معكن حق سيدي، بس انا حابب ارتاح شوي. هي اذا تكرمت سيادتك وعطيتني الاجازة. انا ما بيهمني، انا بوافق لك، وبصراحة ما بقدر رد لك طلب لانك من طرف الاستاذ ماهر. تفضل سجلها بالديوان لو سمحت. يا لطيف يا هيام، كيف مضت هالإجازة بسرعة؟ بالفعل ما حسينا فيها. صحيح أنت بدك تداوي؟ لا بدي داوم ولا بطيق، أصلا بكرة من وصلتي عشان بدي أقدم إجازة تانية. شو هالحكي؟ يعني رح تعملها قصة؟ بعدين مو منطقية أبدا أنك تقعد 6 أشهر بدون راتب. أنا شايفة منطقية كتير،
اصلا 10 سنين اجازه بلا راتب احسن من يوم دوام عند هذا المنظومه يا افندي عديلي المحترم. حبيبي شو بدك فيه؟ طنشو. لك شلون بدي طنشو وهو رئيس قسمي؟ لا وهو الكل بالكل عنا بالدائره. لك تصوري هديك اليوم شفته راكب بالسياره مع المدير العام وابصر لوين رايحين. لا وحتى يغيظني قال لي رفع لي ايده يعني عم يسلم علي. قمت انا نكايفي سويت حالي ما بعرفه. عم اقول لحالي ليش اختي ما عاد اتصلت فيني؟ اكيد زعلانين الجماعه من هالفصل. ستي بالناقص، اللي بيزعل يزعل واللي بيرضى يرضى. ولك العمى بقلبه شو انتهازي ومتسلق. ولك انا اللي عملت له راسه فرناس وعرفته على الناس، بالاخير صار يتعنطز علي ويحط بقفى الناس. صباح الخير سونيا. اسف سونيا. ايه ماشي الحال، المدير العام هو؟ ايه نعم، المدير بمكتبه، تفضل. شو صار لك؟ ليش ارتبطت سارة؟ شو معك هو؟ هلأ هيك الواحد بيحكي مع المدير العام الجديد تبعه؟ المدير؟ ليش وين المدير القديم؟ وانت انت بعد ما تلسانك المدير القديم؟ لك ايه بس ما بعرف يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. شلون صار هيك؟ هلأ انت بتتذكر لما شفتني انا والمدير العام بسيارته ورفعت لك ايدي وعملت حالك مو شايفني ولا ما بتتذكر؟ بلا بتذكر. احزر وين كنا رايحين وقتها؟ ما بعرف لوين. سيادة الوزير جايب معه من باريس لعبة بلاي ستيشن جديدة والكتالوج تبعها مكتوب بالفرنسي، وبما انه مديرنا السابق بيتقن الفرنسية طلب منه يجي لعنده على البيت ويترجم له الكتالوج. ايه وبعدين شو صار؟ وهيك فرصة طبعا ما بتتفوت، وباعتباري مهندس فهمان بالكمبيوتر والالعاب الكمبيوترية رحت مع مديرنا السابق لبيت الوزير. وهنيك مدري شلون سيادة الوزير بعد الحديث والحكي والأخذ والرد وتبادل الآراء اقتنع فيني تماماً وخرط له مشطه. قام طالع قرار بتعيين المدير العام مستشاره وبتعييني أنا مدير عام. ايه مبروك عليك المنصب الجديد وإن شاء الله بتهريب سنانك. الله يبارك فيك. بس ما قلت لي جهاد انت ليش كنت جاي لعند المدير العام؟ جاي لأقدم استقالتي. جرب ليش ما عطاني ما بعرف. لا تحسدن صديقا على تزايد نعمة فإن ذلك عندي سقوط نفس وهمة. لشو رأيكم؟ على مهلك بابا، على مهلك. حسني بيك بتقدروا تمشوا لحالكم ولا نجيب لكم كرسي؟ لا لا ما بدي كرسي. شو شايفني مكرسح انا؟ لا عفوا مو القصد، بس قلت لحالي مشان راحتكم يعني. لا لا دكتور انا مرتاح، هات هالعكازة يا ولد. تكرم بابا تفضل. سلامي بابا. الله يسلمك. يرضى عليكي. الله يرضى عليكي. شلونك يا لينا؟ اشتقت لك كثير بابا، مو مصدقه امتى اشوفك. الله يرضى عليكي. شلونك يا كندا؟ مبسوطه بابا، الحمد لله على السلامه. الله يرضى عليكم. الله يسلمك. يا الله يا الله يا الله. شو بابا لوين رايح؟ شو شايفني خرفت يعني وما بعرف مدخل الفيلا؟ فايت على الحديقه شم شويه هواء. سبقوني انتوا لجوا هلا بيجي. حاضر بابا. يا الله يا الله يا الله يا الله. ولا يهم ولا يهم. ما
مين اللي قاصص الحشيش؟ عم قول مين يلي قاصص الحشيش؟ أنا سيدي أنا 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 ما قلت لك لا تقصه إلا لحتى تاخد إذن مني؟ معكن حق سيدي، بس الحشيش طول كتير وجنابكم كنتوا بالمشفى، لهيك أنا قصيته. لا تقص شي تاني مرة، وإذا بدك تقصه لسبد لازم تخبرني. أمرك سيدي. عال والله، هاد اللي كان ناقصنا، وإذا غاب القط العب يا فار. هذا المسبح مين مغير له ميته؟ أنا سيدي. وشلون بتغير ميته بدون ما تاخد إذني؟ بابا بجوز يكون عم بسأله إلو، عنده لسان يجاوب، بيقدر يحكي. ليش غيرت المية طرزان؟ سيدي قلت لحالي لازم تكون المية نظيفة مشان لما حضرتكم. هلأ لا تقلي حضرتكم ومضرتكم، أنا هالبرابيك كلها ما بحبها، اي واحد بده يساوي شيء بده ياخذ موافقتي. امرك حسني بيك امرك. وليش 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 هديك النخله طولانه اكثر من حسني بيك؟ بترجاك بكفي، لازم ترتاح انت. خذوني من هون يا ريما. ريما حاضر. خذيني من هون. نين؟ ليش؟ ليش هديك الشجرة؟ مالكم؟ ها؟ شو؟ عفواً ما فهمت. شو بك ساكت أنت؟ ما قصد ضغطي؟ ايه بلا قصته. وليش ما عم تحكي؟ قديش طلع؟ منيح، ضغطكن منيح سيدنا. ضغطنا منيح؟ بيقيسوا الضغط وبيسكتوا، كأنه ما في عالم قدامهم عم تنطر النتيجة. أبو خالد لا تنوهم، كل شيء طبيعي بإذن الله. على كل حال الأنسة ريما رح تشرف عليك وتعطيك الدواء، وأنا رح أمرق لعندك المساء. بتأمرني بشي حسني بيك؟ لا تخبط الباب وانت طالع. عفوا ما فهمت. الله معك. تفضلوا خلوه يرتاح وياخذ له غفوه. ريما. حاضر حسني بيك. ما سمعتي الدكتور شو قال؟ ايه لكان. خليكي هون عدي جنبي. تكرم عينك. لا تغادريني. سلمي ايديك. يعني شلون شايف ان حالته بشكل عام دكتور؟ لانه يوم بيكون نشيط ومرتاح ووجهه محمر، ويوم بيكون مصفر وتعبان وعم بيخانق. عن جد دكتور شو قصة هالمرض؟ والله ابوكم وبكل صراحة وضعه الصحي حساس كتير وما بيطمن. شلون يعني ما بيطمن دكتور؟ اللي بقصده حسني بيك معه عدة امراض مو مرض واحد. معه تصلب شرايين، ارتفاع بالضغط، هبوط بالقلب، مي بالرئتين مع إصابة تهتك بالرئة اليمنى على أثر تدخين قديم، وقصور بالكلاوي، وارتفاع بنسبة السكر بالدم. ولي على قامتي إن شاء الله، يعني صعب يطيب مو هيك دكتور؟ مو مسألة صعب، بس منخاف من تضارب الأدوية ونتائج العمليات. طيب شو بتنصحنا بهيك حالة دكتور؟ طبعاً النصيحة الوحيدة اللي بقدر أنصحكم فيها هي إنه ما يتعب نفسه مثل الأول، ويبتعد عن الإجهاد ويستريح بفرجته، لأنه بصراحة صحته ما عادت تتحمل النوم، وهالشي أجمع عليه كونسلتو الأطباء بالكامل. طيب ليش ما بتقنعه أنت دكتور؟ صدقوني نصحته كتير، بس الزلمة ما قبض كلامي ولا سمع مني. هاي أنتوا شفتوه بعينكم كيف نزل وصار يتفتل بجنينة، بقى بتضلوا أنتوا ولاده وإلا ما يسمع منكم. Thank you.
بتشرب حبة الدواء مع عصير البرتقال ولا مع المي؟ ما بتفرق، المهم تندفش الحبة للمعدة. ولا قلك هاتي بردقان بحبه هذا. تفضل. حطه بتمي؟ ايه. هاي شربتها. صحة وهلا. على قلبي. تحب اتركك شوي حتى تنام؟ افتحي افتحي هالشبابيك، ليش دربستيهم؟ بدك تدفنيني بالحياة يعني؟ سلامتك حسني بيك، الله يعطيك الصحة وطولة العمر يا رب. فوتوا فوتوا. اسفين على الازعاج بابا. اذا حابب تنام بابا منجي بوقت تاني، مو مشكلة. لا ما بدي نام، تفضلوا. بابا الحمد لله عرجتك إلنا بالسلامة، و صدقني البيت هاد كلياته ما بيسوى قشرة بصلة إذا حضرتك مالك موجود فيه. ومو بس هيك بابا، يعني الشغلة اللي بدي أقولها إنه هي إنه حضرتك عودتنا على إدارتك الحكيمة، ومثل ما بيقولوا يعني اللي ماله كبير ماله تدبير. عدي عدي، شايفة أولادي شو مربيين؟ الله لا يفرق بيناتكم يا رب. نعم؟ عم قول الله يخليك فوق راسهم. آه أيوه. بس أهم شي بابا أنك تريح حالك بعد هالمرضى القوية، يعني مثل ما بيقولوا الراحة نصف الشفاء. إيه طبعا بابا، لأنه أنت جسمك ما عاد يتحمل، وأنت الله يخلينا ياك ويقويك، روح قلبك التعب والشغل والسفر. يعني والإنسان قد ما كان جبار له طاقة محدودة بالنهاية. هلأ ليش عم تدوروا وتلفوا؟ فهموني بقى لما نشرح. أنتوا شو بدكم بالضبط؟ آه؟ طلعي لبرا أنت، بنادي لك لما بدي ياكي. حاضر حسني. إيه يلا. ايه سيدي شو طلباتكم انتو؟ والله يا بابا ما بدنا غير سلامتك، بس شو كنت عم بقول انا واخواتي؟ ما بعرف شو كنتوا عم تقولوا. يلي كنا عم نقوله انه حضرتك جسر البيت وركيزة اساسية من ركائزه، وما حدا بيقول عكس هذا الكلام اطلاقا، واللي بيقول عكسه بيكون مغرض. بس بالمقابل ومن حرصنا عليك طبعا وخوفنا الشديد على صحتك، يعني كنا مفكرين تعطينا شوية ثقة وهيك هامش صغير نقدر نتحرك من خلاله لحتى ما نرجع لك بكل شاردة وواردة والأمور صغيرة ونتعبك. يعني يا بابا باختصار يمكن آن الأوان لهالفارس الشهم ولهالصامد العنيد إنه يترجل عن حصانه ويتكئ على جنبه باستراحة المحارب. ما شاء الله ما شاء الله حولكم وحواليكم، والحمد لله والشكر له ولمرضي كمان يلي عمل من ولادي كلهم شعرة. عفوا بابا، يعني نحن غلطنا بشي؟ ابدا، عداكم العيب، بالعكس كلام منمق جميل محبوك الاطراف، لا ياتيه الباطل لا من خلفه ولا من قدامه. اصبح انت موافق على هالشي بابا ما هيك؟ ولك على شو بدي وافق؟ انه تريح حالك وتخلينا نتصرف عنك. ولك شو تتصرفوا عني؟ معقول هاد يلي عم بسمعه انا؟ لك شو جنيتوا انتو؟ ولا ما عاد فيكن حيا ولا خجل؟ ليش لا سمح الله؟ ولك شو ليش؟ ولك يا عالم يا ناس، ولادي بدنياني الصفر عشمال، شرابة خرج، خيال صحرة، فزاعة الطيور، شخص عرمط لا بيحل ولا بيربط، وبعد هالشي بيسألوني ليش؟ خلص بابا ولا يهمك، كل شي رح يضل باسمك والله باسمك. خلصي وليك؟ اخلصي منك. بابا تأكد انه انت رح تكون الكل بالكل وما حدا بيسترجي يقرب صوبك. ولك حاجة بقى تبيعوني حكي حاجة، انا والحمد لله ما فيني شيء وصحتي مثل الحصان واحسن احسن من صحتكم، ويكون بعلمكم انه كل شيء رح يضل مثل اول ما تغير شيء على الاطلاق. وفوق هالشيء بدكم تاخذوا موافقتي بكل بيعة بكل شروة بكل روحة بكل جاية، يعني إذا تنفستوا لازم يكون عندي علم، إذا سافرتوا إذا انضربتوا على قلبكم لازم يكون عندي علم، ما تغير شيء أبداً. ولا تنسوا إنه هذا الرزق كلياته اللي عايشين فيه كله باسمي، هالدكاكين هالمحلات هالشركات هالمؤسسات كله باسمي شخصي. صحيح أنتوا ولادي بس حقكن عم تاخدوه زيادة، وغير هيك ما عندي. يلا تفضلوا على شغلكم يلا. طول بالك حسني بيك، ما بصير هيك،
مشان صحتك. طلعي انت تاني لبرا، طلعي. ليش جاي لهون؟ بقول لك الدكتور ما بصير تجي قبل شهرين؟ عيفنا من الدكتور هلا. ورجيني حسابات المحل. طيب تفضل تفضل لجوا. لا ما بدي اتفضل لجوا، مالي لقلبي من المكاتب، هاتهم لهون. يلا فورا. تفضل. هات هات لشوف. على المكتب مو اريح لك؟ مالي لقلبي من المكاتب، اتركني هلا. شو؟ شو القصة يا خالد؟ شو القصة بابا؟ أنا قصة؟ شايف البيع قليل؟ هي معلوم بده يكون قليل بابا، لأنه الدنيا آخر الشهر والعالم ما معها زيادة مصاري، هي من جهة. من جهة تانية فتح معرض جديد قريب من هون، بتعرف العالم بتحب تتفرج على جديد. وليش ما قلت لي انه في معرض بده ينفتح؟ ليش شو بيهمك بالموضوع بابا؟ قال شو بيهمني، قال كنت اشتريته. بعدين ليش هيك الضريبة غليانة؟ رفعوها من اول الشهر. رفعوها؟ يعني اذا رفعوها بنرفع الاربعة ومنسكت؟ فورا بتقدم اعتراض للمالية وبتشرح لهم انه الارباح معدومة ويا دوب نعمل لحق مصاريف الموظفين واكلنا وشربنا، فهمت؟ فهمت بابا. هات لشوف ورجيني الفواتير. لك شو هالعلك المصدي هاد؟ ليش هيك ابو نعمان مغلي بضاعته؟ بابا قال غليان اليورو. كذاب ابو نعمان كذاب، هاي بضاعة قديمة وكسدانة عنده بالمستودعات، لا بقيت تجيب بضاعة من عنده مرة تانية، فهمان خالد؟ فهمان بابا. ليش شاعل أضوية الكهرباء من هلا؟ بابا يعني مثل ما لك شايف المعرض عتم شوي، والزباين لازم تشوف البضاعة منيح. لا ولا يهمك، بيشوفها. لا تشغل الكهرباء قبل الساعة 5، مفهوم؟ مفهوم بابا. بابا تفضل لحتى نضيفك شي. لك شو تضيفني ما تضيفني؟ هذا المعرض إلي. إن شاء الله مفكرني ضيف عندك. لا لا بابا العفو. ايه بس حاجة حاجة، يعطيك العافية. الله يعافيك بابا. اهلين بابا، شو جابك؟ مو شوب عليك؟ يعني ما بدك يعني اجي؟ اعوذ بالله يا بابا، بس الدكتور وصاك بالراحة. بلا دكتور بلا تراكتور، اصلا هالدكتور كله على بعضه مو عاجبني، كثير بكبر المواضيع. شايفك تعبان كثير بابا، تفضل ارتاح ارتاح. انت من امتى بخيت الدوالي بالمبيدات؟ من شي شهر تقريبا. ايه مرحبا من شهر. انت لازم تبخن مرتين بالشهر مو مره واحده. بس المهندس الزراعي قال انه حاجتهم مره بالشهر.
ولك هذا المهندس الزراعي ما بيفهم. المهندسين الزراعية عموماً بيفهموا بكل شيء ما عدا شغلتهم الرئيسية. ما علينا. إمتى صايتهم آخر مرة؟ يعني من شي 20 يوم. صيهم اليوم، فهمت؟ حاضر، مثل ما بدك. بعدين وينك؟ إياك ثم إياك تبيع خصلة واحدة من العنب قبل ما تقلي. إيه بس أنا اتفقت مع أبو سليم. قديش اتفقت معه؟ سعر كتير منيح، يعني الحلواني ب20 والبلدي ب15. لا بابا ما حذرت، هذا الزلمة ناوي يسرقني عينك كد عينك. بقى من بكرة بتلغي لي الاتفاق، فهمان شو عم قلك؟ يا بابا شلون بدي ألغي الاتفاق؟ يعني أنا اتفقت مع رجال وأخذت عربون. ولك شلون بتتفق معه قبل ما تاخد إذني؟ لا ما بدي شيء، اعطوني دفتر الحسابات لشوف. شو العلاقة المصدي انت وياها؟ بس 130 ألف ربحان المحل هداك الشهر؟ ايه بابا بس 130. انا اللي بعرفه انه السنة الماضية كان يربح 200 ألف مثل هالايام. معك حق بابا، بس نحن هذا الشهر دفعنا فاتورة الكهرباء والتليفون. اعطوني كشف بفاتورة التليفون لشوف. ليش كل هالمكالمات هي على حلب وبيروت وعمان؟ لزوم الشغل بابا. ما اختلفنا لزوم الشغل، بس مو كل هالقد وليك. اكيد انتو عم تطقوا حنك على التليفون. اعوذ بالله بابا، انت بتعرف تماما انه احنا ما عنا هي العادة. حولتوا الارباح على حسابي بالبنك؟ لا لسه ما حولناهم. وليش ما حولتوهم بقى؟ ولا بيظهر مفكرين المحل ملك شخصي الكون؟ اعوذ بالله بابا، معقول؟ شو عم تحكي انت؟ لا لانه بجوز قلتوا لحالكم ابونا بالمستشفى ما له عارفان شو عم يصير، بقى خلينا نشم ريحة باطنه شوي. بصراحة بابا نحن قلقنا عليك وخفنا على صحتك، بدنا نسينا الموضوع كله. ايه لا بقى تنسوا الله يرضى عليكم، من بكرة بتحولوا المصاري لحسابي بالبنك، سمعانين؟ سمعانين بابا. بابا تفضل، تشرب بارد ولا ساخن؟ ما بدي اشرب شيء، هاتي العكازة. رح اخذ الفاتورة معي. بدي دققها.
ليه بابا؟ شو هالمفاجأة السعيدة؟ شو هالطلة الحلوة؟ أكيد حلوة. ولو يا بابا، الله يخلينا إياك يا رب. بس ليش هيك معذب حالك وجاي من البيت؟ مو مهم هلأ، المهم خبرني وين صرتوا بالعمارة. عم نصب السقف الجواني وعم نشتغل بالصحية والكهرباء. وين الفواتير؟ الفواتير؟ أنو فواتير؟ أنو فواتير يعني؟ فواتير المشروع كله. إيه دقيقة دقيقة. إيه دقيقة. تفضل يا ابي، هي الفواتير، تفضل. اوف، ليش هيك الحديد غالي؟ لانه احتجنا ل 15 طن، مشان هيك جبناه من السوق السوداء. ايوه قلت لي. وان شاء الله عم يجيك زباين مشان الشقق البقياني. عم يجي بابا، عم يجي. لا تتفق معهم على شيء، ها؟ ابعتهم لعندي مشان شوفهم بنفسي. حاضر، مثل ما بدك. انت منين عم تجيب رمل ابيض وبحص؟ خير خير بابا، شوفي شوفي. تفضل تفضل. عالسيارة عالسيارة بابا. اكيد اطمنك اكيد. مع السلامة مع السلامة. طمنا دكتور، شلون الوالد؟ يعني عم يصحى شوي وشوي عم يغيب عن الوعي. هلأ صاحي ولا غايب؟ لا منيح، هلأ صاحي شوي. فينا نشوفه؟ ما منطول دكتور، بس منشقع له ونطلع. طيب فيكن تشوفوه دقيقتين بس. أوكي. وبهدوء إذا ممكن. شكراً دكتور. شكراً 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 دكتور. ان شاء الله منيح. منيح. كم شقة بعت من البناية يا توفيق؟ ثلاثة بابا، ثلاثة. استنى، لا تبيع شيء أكثر من هيك. وشو ساويت بحق الثلاثة اللي بعتهم؟ ولا يهمك بابا، صاروا بحسابك بالبنك. وينك توفيق؟ نعم بابا. مهما إجاك سعر بالشقة الإبلية لا تبيعها. ولا يهمك بابا، حاضر ما راح أبيعها. ولا تساوي شيء قبل ما تشاورني. اطمن بابا اطمن، كل شيء بإذنك إن شاء الله. وانت يا خالد؟ أمور بابا. يا ترى طالبت أبو رفيق بالكمبيالة؟ ايه طبعا طبعا طالبته. إذا ما رد عليك اطلب الكمبيالة عن طريق المحكمة. يا بابا ما في داعي، هو قال رح يدفعها. ولك يا غشيم، انت ما بتعرفه لأبو رفيق، هذا حي من تحت تبن، نصاب من الدرجة الأولى. وانتو يا بنات، صعيب تكون تفتحوا قسم لملابس الأطفال؟ مين قالك بابا؟ يعني فكركن أنا ما بدرى؟ صحيح أنا بالمستشفى، بس عم تصلني الأخبار أول بأول. بقى لا تساوي شي بدون ما تاخذوا إذني. ها أمرك بابا. وانت يا يونس، سمعت أنك بلشت تنزل عنب على السوق. السيارة وحدي بابا، السيارة وحدي بس. ولك على مهلك يا غشيم، العنب لسه ما حلي، حاجة تقطفه هو حصرم، حرام عليك، صبر شوي مشان تاخد سعر أفضل. لأنه بابا 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 لمكمو لمكمو بابا 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 دكتور شو في؟ الأمر إلكم، الله يرحمه. لا Mm-hmm.
الله يرحمه. العمر لكم يا شباب، وربنا يتغمد الفقيد بالرحمة والغفران. آمين. الحقيقة الوالد الله يرحمه لما كان بالمستشفى سجل هالشريطين بصوته ووصاني بعد ما يموت وصلتكم ياهم. هذا الشريط رقم 1 وهذا الشريط رقم 2. عظم الله أجره. شكرا لك الله صاحب. أولادي الأحباء، البقية بحياتكم. أنا وصيت الدكتور عبد القادر يعطيكم الشريطين بآخر يوم التعزية. أنتوا هلأ أكيد لابسين أسود، قال يعني زعلانين على موتي. مو مشكلة، أنتوا حرين بمشاعركم. بس هلأ اسمعوني منيح، أنا صحيح متت بس قلبي وفكري وعقلي لساته معكن، لاني بحبكن مو بايدي. ولهالسبب لازم الشغل يمشي وكاني لساتني بيناتكن، وتعليمات الشغل موجوده على الشريط الثاني. واياكن ثم اياكن حدا يتصرف من عنده بدون ما يرجع للشريط. الشريط هاد لازم يكون دستوركن وقانونكن ومرجعكن والموجه تبعكن، وأنا اجتهدت فيه بشكل موسع حتى يضم الشغلة الكبيرة والصغيرة والشاردة والواردة. بقى نفذوا التعليمات والنصايح حرفيا، وإذا ما عجبكن هالحكي أنا رح اتبرع بأملاكي كلها للجمعيات الخيرية. وكلفت بهالموضوع قبل ما موت المحامي نور الدين الهاشمي حتى يحظى بموافقتكن، وإذا وافقتوا على اتباع تعليماتي كان بها، وإلا فزنبكن على جنبكن. بقى شو قلتوا؟ علوا صوتكن ما سمعت. شو قلتوا؟ موافقين. إذن مبروك عليكن أملاكي. شو زياد؟ رح تقضي لي كل وقتك بالدفاتر؟ الله يرضى عليك يا ماجدة، لا تخربطيني، عم بشتغل بحسابات المحل. يو قريضة محلات إن شاء الله، كل نهارك عم تقضيه بالمحل، كمان ناتالي دفاترك وحساباتك لهون. لك يعني معك حق، بس شو بدي أعمل؟ ما عم يصح لي وقت راجعهم بالمحل. يا قلبي اللي بيشوفك وبيشوف دفاترك بفكر عندك شي 20 محل، بده المحل كل هالدفاتر؟ إلا كان ما بده. لك شو مفكرة الحسابات شغلة سهلة؟ إذا واحدنا ما مسك كل هالدفاتر هاي بيضيع، ما بيعود بيعرف راسه من رجليه. شوفي مثلا هاد دفتر اليومية، وهاد حركة الصندوق، وهاد دفتر التجار، وعند مني وين هون هاد تبع الجرد والميزانية، وهاد تبع ديون الزبائن. أوف، وليش مكبروا كل هالقد؟ يعني معقول كل هدول ديون؟ ليش انت بتعرفي قديش الي ديون مع الزباين بالاول؟ قديش يعني؟ 20,000؟ لا اكثر. 40,000؟ اكثر. 50-60,000؟ يا ستي 400,000. يا ساتر، ليش كل هالقد؟ كل رسم مالك بالمحل ما بيجي مليون. شو بدي اعمل؟ شوي شوي لقيت حالي غرقان بقلب العالم. لك مشكلتي يا ماجدة انه انا وشي بشوش وما بقدر حدا، يعني مين ما اجى بده بضاعة على الدفتر ما بقول له لا. قول لحالي مو حلوة تكسفه وتخجله، لا واغلب الناس قليلين ذوق. الله وكيلك بيتدينوا من هون وبيغطوا من هون، لكن ما بعود شوف خلقتهم. لأنه الحق عليك يا قلبي، ليش ما بتطالبهم؟ واحد غيرك بيضل يزن فوق راسهم ليل نهار لحتى يستحوا على حالهم. طب إذا ما عم تشوفهم بالمقلة طالبهم على التليفون.
من الناحية مع مقصير، امبرى لساني من كتر المطالبة، وعلى قولة اليوم وبكرة وبعد بكرة. لا، وفي ناس لما بطالبها بتزعل وبتنقرق وبتاخد موقف. لك من كم يوم؟ من كم يوم شفت أبو حدين العربيني بالطريق؟ شفته صدفة، وقفته وقلت له شو يا أبو حدين؟ دينتك طولت، صار لها أكتر من سنة. قام اطلع فيه هيك من فوق لتحت وزورني. الله وكيلك زورني زورة بتقطع القلب، وانتتر فيه وقال مو عيب عليك توقفني وتطالبني من نص الطريق؟ شو رح أقوله يعني؟ بكرة من وفيك أهون أخي، على شو بصلتك محروقة؟ الله وكيلك شوي تاني كان رح يسفقني كفين ويعمل لي قتلي، وكأني أنا المتدين مو هو. لا، من مدة شهرين جاني أبو خليل السمكري بده ياخد بضاعة بخمسة عشرين ألف ليرة. قلت له ما بدينك ياهون لحتى تبوس إيدي. قال لي ليش؟ قلت له لأنه بدي بوس رجليك حتى ترجع لي ياهون. إلا هالحالة مو حال بنوب، لأنه إذا بتضل هيك بتنكسر وبتفلس. فعلاً يعني شوية تاني رح انكسر. لك تصوري يا ماجدة أنه جمعيات لتجار الجملة ما عاد تجمع معي لحتى أدفع لهم. أنت من اليوم ورايح ما لازم تدين أي مخلوق. إيه، مما كان يكون هو هيك أنا ناوي، بس أنا خايف انحرج قدام رفقاتي. طيب مشان ما تنحرج علق لوحة بصدر المحل واكتب عليها نعتذر عن البيع بالدين وخصوصا للأصدقاء. يعني حلوة اكتب هيك شيء مثل أولاد صغار؟ وليش مو حلوة؟ بس بخاف رفقاتي يزعلوا من هالعبارة. اللي بده يزعل مشان هيك شغلة بالناقص منه، واللي عامل حاله رفيقك عن جد يا قلبي المفروض يخاف على مصلحتك ويقدر وضعك. مرحبا جار. أهلين أهلين برضا. لا 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 يا زياد، هذا اللي طلع معك؟ مو محرزة تحط لنا أرمات؟ كل حسابنا اللي عندك 7000 ليرة. معقولة يا أبو رضا؟ هاي الأرمة مو إلك، هاي لرفقاتي الغلاص قليلين الذوق يلي بيتدينوا وبيمشوا. يعني معقولة حط الأرمات بوشك إلك؟ شو بها محل محلك أبو رضا. وأنا هيك عم بقول، ورغم هيك هالشغلة مو حلوة منك بنوب. ليش؟ لحتى اللي مثلي ما يتحسس وياخد على خاطره. أوعك أخي أبو رضا، ها أوعك، أرجوك لا تتحسس. إذا بده يصير حساسية هلا بشقة قدامك وعمره إن شاء الله ما تكون. إيه خلاص خلاص مش الحال، أنا ما عم بحكي عن حالي، أنا عم بحكي عن الناس المزوة يلي بتقدر مثلي. 100 أهلين أخي برضا، 100 أهلين. إيه مالك علي يمين إنك أنت أبو الذوق والحساسية. ومن شان حسابك إن شاء الله بأقرب وقت بمن لك يا صدق إنه كنت قايم لك ياهم مع جنب، بس الأولاد يا أخي نقوا فوق راسي وأهل بدهن دش، يعني اضطريت الدين شوية مصاري من هون ومن هون على مصرياتك لحتى أملنا حق الدش. ركبت دش بالمصاري؟ إيه؟ إيه ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك بعمرك. قوم أخي زياد نقيلي شي بنطلون وقميص على كيفك وضيف الحساب فوق الأولانيات. لك قوم اتحرك شباك. إيه على عيني، تكرم يا أبو رضا تكرم. أيوة أهلين، هذا تليفون البيت مو المحل، تليفون المحل مقطوع، هو بيجي على البيت الساعة 3. بتحب قله شي؟ ينزل على الحريقة يدفع الجمعية لأبو عادل. إيه على عيني. لا لا ما بنسى، هلأ بسجلها. مع السلامة. مرحبا أخي زياد. أهلين أيمن. أهلين أهلين. شو يا شو كاتب لنا فوق؟ أكيد الملاحظة مو لنا. أكيد مو لكم. معقولة يعني هاي للزباين قليلين الذوق بعيد من هون؟ يا الله وكيلك انكسر ظهري من الدين. فعلا الحق معك. لك شو هالناس هاي؟ بس أنت الحق عليك، ما كان لازم تعطي وش لحدا بنوب. مو هيك؟ أخي أنت مشكلتك إنك خجولي وبتستحي من خيالك. خلاص الزلل ما بدك تدينه إلا بوشه ما بدي دينك أخو مرأي شي. هيك قلتك؟ إيه طبعا، لازم تقول للأعور أعور بعينه، مو تعمل لي أرمات ولافتات. فعلا معك حق. صحيح قديش حسابي عندك؟ ماني بتذكر بالضبط، بس يمكن حيطان 10,000. بسيطة، فكرتهم أكتر من هيك. لا لا مو أكتر طمن. بس ليش عم تسألني يا ترى؟ يعني بدك تحاسبني؟ هو أنا بصراحة كنت ناوي أدفع لك اليوم، بس الشباب حلفوا علي أطلع معهم على البحر جمعة زمان وقالوا إذا ما طلعت منبطل الروح. فقلت لحالي مو حلوين نخجلهم ونفشلهم الطلعة مشان المصاري؟ طبعا مو حلوة، مو حلوة منو. روح حبيبي روح، روح على البحر تسيرن وقضي وقت. أنا بالنسبة لي على مهلي، بعدين بتدفع لي شو صاير يعني. روح حبيبي روح روح، هاي الروحة ما بتتفوت. إيه عندك أواعي بحر يا ترى؟
مثل شو؟ يعني لازمني طقم بحر وكم مايو وكم منشفة، لزوم سباحة يعني. ايه عندي، تكرم عينك. شلون أخي؟ جوزي من شهر ما دفع جمعية؟ ايه تكرم، بقول له محل مين؟ محل مازن، على عيني. مرحبا أبو الزود. أهلين أهلين خيري. لك شو عامل انت؟ شو عامل؟ فظيع انت يا زياد، فظيع. انه منين تجيك هالافكار هي؟ ما بعرف. ايه على طول على طول تجيني هيك افكار انا. حلوه النفه، حلوه، مع انه انت صاحب نفات من زمان. شايف والله. ايه بس ما لقيت احلى من هالعباره المشرشحه. ايه لك جمله راكزه وحلوه. مثل شو؟ مثل شو؟ مثلا مثلا كتوب دينته تبسم، طالبته تبلكم، دفعته تهجم. احلى، لا تقول لي. مدوسنه وعلى القافيه، حلوه فعلا حلوه. يا اخي انا كان لازم اكون شاعر من زمان، بس ليش ما صرت شاعر؟ ما بعرف، عندي موهبه قويه كتير بالشعر. ها ايه واضحه واضحه تماما، مع اني كنت حمار بالمدرسه. ايه مزبوط بتذكر، بس ما دخل كل شيء لحاله. صحيح، على ذكر المدرسة، بدنا نكسي هالولاد قبل موسم المدارس. ايه تكرم عينك، ومثل العادة عالدفتر، إلا إذا في إحراج. ها لا لا، ولو ولو المحل محلكم، انت بتحمل وبتمشي وبدون ما تناقش. انا واثق من هالشي، لو مالي واثق كنت زلت اول ما شفت اللوحة. العم على القصة، صارت الشغلة بالضد، لكأنه العالم بالجكارة صارت تجي تتديان. يعني قبل ما علق اللوحه كنت دين لي شي زبون بالنهار، هلا صار المعدل 4-5 زباين باليوم. ايش عم يشتغلوا فيه؟ والجمعيات اللي عليك لتجار الحريقه شو رح تعمل فيها؟ انو جمعيات هي؟ احاف فواتير كهرباء وتليفون ومي ما في بالدرج. والمعنى؟ المعنى انكسرنا وما حدا سمع علينا. شو ناوي تفتح جار؟ دخلك بيعين فلافل، ببيعوا كاش ولا على الدفتر؟ طبعا كاش، هلا محرزة صندوقة فلافل بالدين. معناتها رح افتح محل فلافل. ايه